كتر خيرك، متشكر متشكر، ما فيش عنده غير متشكر متشكر. وهتكلم معها حوالي دقيقتين ثلاثة كده، وطبعا هي كانت سعيدة جدا بالمكالمة دي. طيب أستاذ حسن، سؤال أخير، الصورة بقى هو ما اعترضش على التصوير يعني انك برضه انا استأذنته، قلت له يا ريس مش ممكن انا انزل الزيارة دي من غير صورة، فممكن؟ قال لي قوي قوي، تحب اقف ولا خليني قاعد؟ والله العظيم كده زي ما بقول لك، تحب اقف صور واحنا واقفين؟ قلت له لا خليك قاعد. وقربت الكرسي، انا كنت قاعد على الكرسي اللي جنبه كده، كرسي يعني بيتحرك خفيف كده، قربت منه الكرسي وايدي كانت على الكرسي بتاعه، فلقيته هو بيحط ايده على ايدي وبيمسكني، فقلت له يبقى انا كده بقى احط ايدي على كتفك. قال لي حط ايدي على كتفه. بقول لك كان لقاء حميم جدا، انا مسميه لقاء عائلي، كان كنت بزور حد من العيله، بزور اخويا. واتصورت صورتين، دي صوره وفي صوره ثانيه، وطبعا شيرتها لكل العيله وحسدوني عليها ما لقيونيش ليلتها. اخواتي بقى واخوات شمسي والعيله كلها كانوا مبسوطين جدا من الصوره دي. طيب، وهل كلمك عن محاكمته، عن المحاكمه التي يحاكم فيها الان؟ قلت له يا ريس طب لا انت متاكد من براءتك، امال ايه قتل المتظاهرين ومش قتل المتظاهرين؟ قال ده يعني الدولة قررت أن تحاكمني ويظهر الحق بقى، أنا مسؤول وأنا مش مسؤول، في ناس جم وشاهدوا شهادة أن أنا ما كنتش مشترك، لكن علي أن أخضع للمحاكمة وأن أحضر المحاكمة حتى نهايتها. قلت له أنا عرفت من الأستاذ فريد ديب أن أنت دلوقتي من حقك ما تحضرش المحاكمة، طب حضرتك بتحضر ليه؟ قال احتراما للمحكمة واحتراما للرأي العام، عشان ما حدش يقول ان انا ما بحضرش ليه وهم مش فاهمين ان انا من حقي ده. بس انا صممت وقلت للاستاذ فريد لازم احضر كل المحاكمات حتى نهايتها، عشان ما حدش يظن الظنون او حد يتكلم كده او كده، فانا بحضر المحاكمات حتى نهايتها ان شاء الله. فطبعا قلت له طب يعني معلش حضرتك بكل شويه كده يعني تزنقني بسؤال، شايف بص انا مصر شكلها ايه ان شاء الله؟ قال انا طول عمري حاطط ايدي على قلبي، خصوصا من يوم ما سبت الحكم حاطط ايدي على قلبي، خايف على مصر، بس انا دلوقتي بدات اتفائل ان شاء الله اللي جاي هيكون كويس، وان شاء الله باذن الله مصر ستعود كما كانت ان شاء الله وتتحسن امور جدا. قلت له حضرتك هترشح مين؟ فقال له يا فريد، كاني فكرته يعني، قال له يا استاذ فريد من فضلك من دلوقتي تعمل حسابك ان انا لازم اشترك في الترشح، ادلي بصوتي، ما يحصلش زي المره اللي فاتت ويقول لك شطبنا ومش شطبنا وبعدين رجعوا تداركوا الخطا بعد ما يفوت وقت الترشيح. قال له يا ريس انا عامل حسابي وان شاء الله ستدلي بصوتك. قلت له طب مين بقى يا ريس؟ قال لك المشير السيسي طبعا يا ابني، هو ده الوقت الرجل القادر على انه يتصدى لكل الامور التي يعني تزعج الشعب المصري والمواطن المصري. الفنان الكبير حسن يوسف، بتوجه ليك بالشكر، ألف شكر. يعني تتفق مع الفنان حسن يوسف، تختلف معه ولكن تحترم فيه أنه لم يتلون، لأنه للأسف الشديد البعض تلون، هو عنده